الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 18 من تفسير الجزء الثاني من مقاطع التفسير الميسر. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والذين يتوفون منكم، يتوفون أي يموتون منكم، ويذرون يعني يتركون أزواجا، أزواج يعني زوجات، الزوجات في اللغة العربية أزواج، أزواجا يتربصن يعني ليتربصن هؤلاء الزوجات بأنفسهن، يعني تبعد عن النكاح بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه عدة المتوفى عنها زوجها، تتربص يعني تنتظر أربعة أشهر وعشرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فإذا بلغن أجلهن أي انقضت مدة عدتهن وهي أربعة أشهر وعشرة، فلا جناح عليكم يعني أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، تتزين وتتعرض بالمعروف شرعا، والله بما تعملون خبير، عالم ببواطن الأمور وظواهرها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم، التعريض أن يقول الرجل لامرأة، يقول الرجل لامرأة وهي متوفى عنها زوجها ليست مطلقة، يعني المطلقة طلقة واحدة وهي في العدة، لا يجوز التعريض لأنها في العدة، يستطيع زوجها أن يرجعها إذا طلقها طلقة واحدة وهي في العدة. المراد هنا المتوفى عنها زوجها، يجوز التعريض. ما هو التعريض من خطبة النساء؟ كان يقول الرجل من يجد مثلك، تعريض وليس بتصريح، مثلا يقول إني أريد أن أتزوج، هذا تعريض بالزواج بها. فيما عرضتم به من خطبة النساء، الخطبة بالكسر طلب النكاح، أما الخطبة هي الرسالة والخطبة في الجمعة ونحو ذلك. إذن من خطبة النساء أو أكننتم، أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن، فأباح الله سبحانه وتعالى لكم التعريض، ولكن لا تواعدوهن سرا، سرا هنا بمعنى نكاحا، سرا في اللغة العربية يأتي بمعنى نكاحا، والمراد هنا سرا أي نكاحا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني لا تواعدهن بالتزويج بالنكاح وهي في العدة تصريحا، تواعدهن نكاحا صريحا، إلا أن تقولوا قولا معروفا. القول المعروف هو التعريض، هو التعريض، القول المعروف هو التعريض. إذن هذه الجملة تأكيد للمعنى السابق ونهي عن التصريح. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا عقدة النكاح، عقدة النكاح يعني عقد النكاح، لا تعقدوا النكاح حتى يبلغ الكتاب، يعني الكتاب بمعنى المكتوب، ما كتبه الله سبحانه وتعالى على المرأة من العدة أجله، يعني بأن تنتهي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغير ذلك، فاحذروا أن يعاقبكم إذا عزمتم على هذه الأمور، واعلموا أن الله غفور لمن يحذره، حليم حيث أخر العقوبة عن مستحقيها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء
وعندنا قيدان. القيد الأول إن طلقتم النساء، القيد الأول ما لم تمسوهن، القيد الثاني أو تفرضوا لهن فريضة. رجل عقد على امرأة عند المأذون وكتبوا العقد، ثم بعد ذلك كتبوه في الساعة الخامسة مساء، بعد ذلك قال أريد أن أطلق، حصل شيء فقال أنا أريد أن أطلق، لم يدخل بها، لم يجامعها، لم يجلس معها. ما لم تمسوهن تجامعهن أو تفرضوا لهن فريضة. معنى تفرضون لهن فريضة هي هو في عقد النكاح عند المأذون لما سأله كم مقدار المهر قال نتفق عليه، فكتب المأذون مقدار المهر يعني يتفق عليه ما يتفق عليه الزوجان. إذا لم يحدد المهر بل حكم، يقول الله سبحانه وتعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. حكم يقول ومتعوهن يعني متعوهن، إذا هل تأخذ شيئا من المهر؟ المهر لم يحدد وهو لم يدخل بها، الحكم المتعة. ما هو المتعة؟ يعني إعطاؤهن قدر ما يجود قدر على حسب قدر الزوج. قال ومتعوهن على الموسع قدره، الموسع يعني الغني يعطيها ما تجود نفسه، وعلى المقتري، المقتر يعني الفقير، وعلى المقتري قدره، يعني هل ننظر لحال الزوجة؟ لا، ننظر لحال الزوج، إن كان غنيا يعطيها أكثر وإن كان فقيرا يعطيها أقل. متاعا بالمعروف، هذا من باب التمتيع بالمعروف، هذا من المتعارف عليه، لأن المرأة الآن انكسرت فطلقت من دون يعني بعد العقد، فهذا يؤثر على المرأة، فهذا الذي يسمى التعويض النفسي أو التعويض المعنوي. التعويض المعنوي حقا على المحسنين يعني حقا على المطيعين لله سبحانه وتعالى. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وإن طلقتموهن، هذه الحالة الثانية، إن طلقتموهن وعندنا قيدان، من قبل أن تمسوهن هذا القيد الأول، وقد فرضتم لهن فريضة هذا القيد الثاني، فنصف ما فرضتم. وقد فرضتم لهن فريضة، لما عقد وقال له المأذون كم مقدار المهر؟ قال مقدار المهر 50,000 مثلا. إذن هنا فرض، حدد لهن فريضة، يعني حدد مقدار معين من المهر. ما الحكم؟ فنصف ما فرضتم. إذن إذا طلق الرجل امرأته من قبل أن يمسها لها حالتان، الحالة الأولى إن كان قد فرض لها فريضة حدد المهر قال 50,000